السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم ازاي نقدر نعمل الميني بيتزا بس بطريقة مبتكرة، بحيث ان احنا نخزنها عندنا في الفريزر ونطلعها بسرعة عشان خاطر نقدر نستخدمها بكل سهولة. طبعا انا هقول لكم طريقة البيتزا بتتعمل ازاي ان شاء الله، هقول لكم الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عنه، اهم حاجة ان احنا ازاي نقدر نخزنها. هنقطع منها قطع صغيرة كده، صغيرة بسيطة زي دي، ونبتدي نحطها. هنفردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهكذا هنكمل بقية الصينية كلها، وهرجع لكم كمان شوية وهقول لكم عملنا ايه. دي هتعتبر ميني بيتزا او اكبر من ميني شوية، هيبقى احجام مختلفة زي ما انتم شايفين حسب ما انت بتعملي. هتعمليها ايه؟ هتبتدي تخرميها بالشوكة كام خرم كده اهو، وهكذا في البيتزا كلها زي ما احنا شايفين كده اهو، زي ما شفنا كلنا كده احنا خرمناهم كلهم بالشكل ده، وهنبتدي نحطهم في الفرن. الكلام ده لو حبينا نخزنها ونطلعها زي الجاهزه اللي بتتباع في الهايبر ماركتس والحاجات دي، تمام زي ما احنا شايفين. هنحطهم في الفرن وهنطلعهم ونبتدي نستنى لحد ما يبردوا. ده شكلها كده بعد ما خرجوا من الفرن زي ما احنا شايفين، شكلها بقى من تحت عامل كده اهو، يا دوبك حاجه بسيطه قوي، وبنستنى لحد ما بتبرد ونبتدي نخزنها في الفريزر، وبعد كده نشكلها زي ما احنا عايزين ونحطها وناكلها بالف هنا وشفا. هي شكلها بعد ما برد عندنا كان بالمنظر ده. انا كمان ما لحقتهاش، المفروض اصلا تكون يعني ناخدها ما تكونش وصلت حتى للمرحله دي، بس طبعا بحكم الأستاذة ندى يعني هي اللي شغلاني عن ودي قاعدة عمالة تخبط دلوقتي في الحاجة يعني ما علينا. المهم ان احنا نبتدي نفردها كده ونبتدي نطوي الكيس كده هو، ونحط ماما واحدة تاني ماما، ونطوي الكيس ونحطه فوق واحدة تاني، وهنحط فوق واحدة كده واحدة كده، وهنطوي الكيس ونحط واحدة كمان، ونبتدي نخزنهم في الطبق الفوق. هات يا ماما، ونبتدي نخزنهم في الطبق الفوق كده اهو، وانا بغطيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا خدت واحدة طبعا معلش، وهنحفظها في الفريزر. طبعا اللون زي ما احنا شايفين هنا عندنا غامق شوية، ليه؟ لان انا حاطة فيها شوية اعشاب، حاطه فيها جنين قمح طبعا عشان ناخد فيها كل الفوائد. طبعا هتخزنيها في التلاجة، ووقت ما هتحتاجي هتطلعي زي ما انت عايزه، وتبتدي تحطي فيها الصلصه وفوقها الحاجات اللي انت نفسك فيها اللي بتزيني بيها البيتزا. طريقه البيتزا عادي جدا زي ما احنا متعودين. هناخد معلقه كبيره خميره، وهناخد معلقه سكر، وربع معلقه زيت على 4 كوبايات دقيق، وعليهم نص كوباية لبن حسب الحاجة طبعا، ما بنزود او بننقص. وهنحط عليها ذرة ملح. هنبتدي نعجنهم وهنسيبها لحد ما تخمر، ولو ياريت نضيف كمان عليها بيضتين عشان خاطر ناخد فيها ناخد منها كل الفيتامينات. طبعا ما حدش ليه دعوة بنوتة، طبعا هي شايفة شغلها ما شاء الله، بس احنا عرفنا الطريقة ازاي، ويا رب تكون عجبتكم وما اكونش تقلت عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.